أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. تسلمت تركيا مخطوطة حجرية أثرية كتبت قبل 1800 سنة في عهد مملكة ليديا من السلطات الإيطالية، التي سبق أن ضبطتها عام 1997. وجرى تسليم المخطوطة الأثرية لوفد تركي برئاسة سفير أنقرة لدى روما مراد سالم أسالي في مدينة فلورنسا الإيطالية. وقال أسالي إن حلقة جديدة أضيفت اليوم إلى العلاقات الجيدة بين تركيا وإيطاليا، وأنه يشعر بالفخر لأنه شارك في مثل هذه اللحظة التاريخية. قام سلسلة مطاعم ستيك 21 بتحويل طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية ليون التي خرجت عن الخدمة عام 2017 إلى مطعم لجلب مزيد من الزبائن. ويعتبر مطعم الطائرة من الأماكن التي يرتادها الإندونيسيون من المدن المجاورة، ويقع في ساحة مركز تجاري في مدينة فيكاسي شرق العاصمة جاكرتا، مع المحافظة على شكل الطائرة الأصلي وتغيير المقاعد فقط. رغم قدرتها على حماية نفسها بكل سهولة، إلى أن راشنا راجندرا صاحبة الحزام الأسود في التايكوندو أرادت تقديم العون للنساء، ومن هنا تولدت فكرة ابتكار جهاز سلامة المرأة، وهو عبارة عن قنبلة يدوية عمدت إلى تطويرها، حيث يمكن استخدامها في حالات الطوارئ لتنبيه الشرطة أو الاتصال بأفراد العائلة طلبا للمساعدة. واستعرضت راجندرا وظائف الجهاز، وأوضحت أنه في حالة الطوارئ سيعمل الجهاز على إرسال موقع الشخص المهدد إلى أرقام الطوارئ المخزنة في القنبلة اليدوية، والتي تحتوي على بطاقة قادرة على تخزين 10 أرقام. تنتقل عدد من العيادات الطبية العامة والمتخصصة في مناطق مختلفة من قطاع غزة لتقديم الخدمات للمرضى والحالات الصحية المحتاجة، وذلك لصعوبة الحركة والتنقل في ظل حالة الإغلاق التي تفرضها الجهات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. ويشرف على هذه العيادات اتحاد لجان العمل الصحي، وهي جمعية أهلية ضمن جهود ترمي لتقديم الخدمات للمواطنين في ظل جائحة كورونا. أسفرت الحفريات الأثرية عن العثور على 32 قبراً في ولاية مرسين جنوب تركيا، وأوضح أوميت أيدن أوغلو عضو الهيئة التدريسية بقسم الآثار في كلية العلوم في جامعة مرسين أن الطريق الروماني في المنطقة كان سابقاً مغطى بالنباتات، وفي إطار أعمال التنظيف تحول الطريق إلى مسار يبلغ طوله 2 كيلومتر، وتم استخدام المكان كمقبرة في الماضي. قررت مدرستان شقيقتان مكسيكيتان تحويل التوك توك إلى مدرسة متنقلة لتعليم الأطفال خلال وباء كورونا في مدينة تيكول بولاية يوكاتان، والهدف من هذه الخطوة هو التقليل من الفجوة التعليمية التي حدثت
بسبب توقف المدارس عن العمل من جراء تفشي جائحة كورونا. أسس 4 شبان سوريين شركة بمدينة اسطنبول، وطوروا عبرها لعبة إلكترونية حظيت بقبول نحو 45 مليون مشترك. لعبة ترافيك ترو طورتها الشركة وحملت من قبل 45 مليون مستخدم للهواتف المحمولة حول العالم. كما تم تحميل لعبة موتوبيك بواسطة 5 ملايين مشترك، مما عاد عليهم بأرباح كبيرة. قام المخترع الهولندي بوب هندريكس بتصنيع أول تابوت في العالم يعتمد على الغزل الفطري، والذي يقوم بتحلل الجثث عضوياً ويسمح بالتربة والكائنات الحية ذات الصلة التي تعيش فيها بإعادة امتصاص العناصر الغذائية. وأسس بوب شركة ناشئة متخصصة بجعل التوابيت التي تعتمد على الميسيليوم متوفرة ومعقولة من الناحية التجارية، وأطلق على المنتج الذي أنتجته شركة لوب اسم الشرنقة الحية، وهو يتكون بشكل رئيس من الميسيليوم، وهو الجزء النباتي الأخضر من الفطر، ويكون على شكل شبكة كبيرة من خيوط بيضاء تسمى الخيوط الفطرية. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. عمد الفنان التركي فاتح باقير إلى تخليد ذكريات الحي وتاريخه الذي يسكن فيه بولاية إلازيغ شرقي البلاد عبر نقش صورها القديمة على الخشب. باقير الذي يسكن في حي خربوط شرع في مشروع لنقش صور لحيه على الخشب، نظراً لما تتميز به هذه الصور من تاريخ يعود إلى ما قبل 1800 عام. وقال الفنان التركي إن حي خربوط يتميز بأنه أحد مراكز الثقافة والتاريخ في إلازيغ وشرقي تركيا، وأضاف أن الحي يضم عدداً من المعالم التاريخية، منها كنيسة مريم وقلعة خربوط والجامع القديم الشهير بمئذنته التي تتجاوز درجة ميلان برج بيزا بإيطاليا. وهو يواصل حالياً حفر الصور القديمة لحيه على الخشب لتخليد ذكرياته وتاريخه، ولا سيما أن الحي مصنف ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو.
السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن طريقة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. لكي نستطيع الكشف مبكرا عن سرطان الثدي، ننصح النساء بتعلم طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي. يوجد 3 طرق للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أحدها الكشف الذاتي أو الفحص الذاتي للثدي، الأخرى هي الفحص الإكلينيكي الذي يقوم به مختص طبي، والفحص الثالث هو عن طريق الإشعاع بجهاز يسمى الماموغرام. بداية سوف أقوم بشرح طريقة الفحص الذاتي النسائي للثدي. مبدئيا سوف أقوم بعرض صورة تقريبية لكيف سوف نقوم بفحص الثدي. يفضل من كل سيدة أن تقوم بعمل فحص الثدي شهريا في الأسبوع الذي يلي الدورة، يعني بمجرد أن تنتهي الأنثى من دورتها الشهرية في الأسبوع الذي يلي هو الأسبوع الأفضل لأن تقوم بالفحص الذاتي للثدي. في البداية يجب على المرأة أن تقف أمام المرأة، أن تقارن الثديين مع بعضهما، إن كان هناك تغيرات في الحجم، تغيرات في لون الجلد، تشققات، أي أعراض أو أي أشياء غريبة تظهر على الثدي أو على الثديين أو أحدهما، كي تقوم بمراجعة طبيبها بأسرع وقت. تستطيع المرأة بعد ذلك أن تبدأ بالفحص الذاتي للثدي. كما أبين هنا، نقوم بتقسيم الثدي إلى 3-4 أرباع. نبدأ من المنطقة الأقرب للأبط والتي تسمى ذيل الثدي. نبدأ بحركة حلزونية بأطراف أو باطن أصابعنا الثلاثة الأوسطية، وليس برؤوسها إنما من باطنها، بطريقة حلزونية بداية من عند الذيل بشكل حلزوني إلى أن نصل إلى الهالة المحيطة بالحلمة، ثم نقوم بفحص الحلمة ذاتها في حال سيخرج إفراز أو لا. بعد ذلك نقوم بفحص هذه الثلاثة عقد لمفاوية، أحدها عند ذيل الثدي، الأخرى تحت الأبط، والأخرى بجانب الأبط. في حال ملاحظة أي من التكتلات أو أي شعور غريب أو ألم أو تغير على سطح الجلد، يفضل مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن، وذلك لكي يقوم هو بفحص بما يسمى بالفحص الإكلينيكي للثدي. يفضل لكل امرأة تتجاوز عمر 20 أن تبدأ بالفحص الذاتي شهريا بنفسها، وأن تتوجه إلى العيادة على الأقل كل 3 سنوات لكي تقوم بفحص إكلينيكي للثدي. بعد ذلك في حال شك الطبيب بوجود كتلة، أو بمجرد أن المرأة كان لديها تاريخ مرضي أو تاريخ في العائلة لسرطانات الثدي، يفضل أو تنصح بالتوجه لعمل إشعاع يسمى إشعاع الماموغرام، والذي ينصح بأن تبدأ به المرأة ما بعد عمر 40 سنة، وأن تقوم به ما يقارب كل 2 سنة. الماموغرام هو عبارة عن جهاز يعمل بالأشعة السينية بجرعة بسيطة لا تؤثر على المرأة. يتم وضع الثدي على سطح مستوي، ومن ثم يضغط عليه بسطح بلاستيكي إلى أن يصبح الثدي مسطح كامل، ثم يتم عرض الأشعة على الثدي، وذلك من أجل كشف كافة أجزاء الثدي. يأخذ كل ثدي صورتين، وهذه العملية تستغرق ما يقارب النصف ساعة. بعد ذلك يتم مقارنة كلا الثديين مع بعضهما. في حال وجود أي شبهة لتكونات غير طبيعية ظهرت على الماموغرام، يتم تحويل الحالة إلى الطبيب المختص لكي يقوم فيما بعد بتصويرات إشعاعية متقدمة أكثر، مثل السونار لمعرفة ما إذا كانت هذه الكتلة صلبة أم محتوية على سوائل، ثم أخذ خزعة منها وتحديد في حال كانت هذه الحالة هي حميدة أم فيها قابلية للتحول إلى مرض خبيث، أم هي بالفعل مرض خبيث، لكي يتم أخذ الإجراءات اللازمة. كيف نستطيع أن نقي أنفسنا من سرطان الثدي؟ بممارسة التمارين الرياضية بالشكل المنتظم، لأن السمنة تعد أحد عوامل الخطورة، بالانتباه من موضوع أخذ حبوب موانع الحمل، كذلك عدم تأخير الحمل لفترات طويلة في حال كان يوجد عندنا طفرة جينية في العائلة، أن نتوجه إلى الطبيب ونتابع المتابعة الحثيثة للثدي. هذا كل ما سنتحدث عنه اليوم بما يخص الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله.